صدر بشكل رسمي قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الذي يقضي بالعمل بضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية. وفقا للفقرة الأولى من القرار، يعد اسم السعودية ملكا عاما للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية لعدة ضوابط، ومنها أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية أو كيانا صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.